السلام على رسول الله. فهذه قراءة الكتاب المشوق إلى القراءة وطلب العلم للدكتور علي العمران حفظه الله، قراءة البخاري 700. الآن نحن في باب وهو تكرار قراءة الكتب عند السلف، تكرار قراءة الكتب عند السلف، يعني إذا انتهى من كتاب يقرأه مرة وأخرى، فتجد بعض السلف قرأ البخاري 70 مرة، وبعضهم قرأه 100 مرة، وبعضهم قرأ مسلم 500 مرة. انظر إلى هذا الكلام، وهذا كلما زاد في القراءة كلما زاد في الثبات. وجدنا من المشايخ من يفعل ذلك الشيخ محمد المختار جزاه الله خير، ينتهي من الزاد في 7 سنين، ثم بدأه قبل 2 سنين، الآن في نفس المسجد، مسجد عائشة رضي الله عنها وارضاها، ينتهي من العمدة الفقه ثم يعيدها، ينتهي من عمدة الأحكام ثم أيضا يعيدها مرة أخرى، وهكذا دواليك. نعم. جاء في ترجمة الإمام غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عطية المحاربي المتوفى 18500 من كتاب الغنية للقاضي عياض والصلة لابن بشكوال. قال: قرأت بخط بعض أصحابنا أنه سمع أبا بكر ابن عطية يذكر أنه كرر صحيح البخاري. ابن عطية صاحب المحرر الوجيز في التفسير، ابن عطية من أمتع كتب التفسير التحليلي على ما فيه من بعض الأشعرية رحمة الله على الجميع. نعم. أيوة. أنه كرر صحيح البخاري 700 مرة. سبحان الله، 700 مرة يكرر صحيح البخاري. همم عانقت القمم، وليس من مشى كمن هو أعرجه. قراءة البخاري 105. وأما ما يقول بعض الناس ينسب للإمام الشافعي يقول: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، سمعتم بهذا القول؟ يقول الإمام الشافعي: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، يعني مهما بلغ بك ما بلغ لا تتأخر في أن تقترب إلى الله عز وجل بقدر، لا يكلف الله نفسه إلا إيش؟ وسع، على قد ما تقدر. نعم. لذلك بعض الناس لما يأتي عند السلف لابد أن يتأدب يا أخي، الأدب مطلوب يا أخوان. يعني رجل قرأ البخاري 700 مرة، ثم يأتي إنسان من آخر الزمن حتى ما قرأ حتى حديث واحد 700 مرة في البخاري، ويتكلم ويسيء الأدب في هؤلاء الأفذاذ رحمهم الله رحمة إيش؟ رحمة واسعة. والله هذا من سوء الأدب وهذا من الخذلان. 700 مرة في البخاري، سبحان الله. الله يبلغنا وإياكم الأماني. نعم. قراءة البخاري 150 مرة. وفي إنباء الغمر، إنباء الغمر لابن حجر، أيوة إنباء الغمر. وفي إنباء الغمر في ترجمة سليمان بن إبراهيم بن عمر نفيس الدين العلوي اليمني المتوفى 25800، قال: ذكر لي أنه مر على صحيح البخاري 150 مرة. 150 مرة. 150 مرة. سبحان الله. ما بين قراءة وسماع وإسماع ومقابلة. الله أكبر. وجاء في سماع يعني في مجال السماع الحديث، وإسماع يعني يقرأ عليه، ومقابلة يعني يجلس مع أقرانه يقابل إيش؟ النسخ، نسختي مع نسختك، فيزيد ما فيها من الألفاظ ويصوب ما فيها من التصحيف والتحريف. أيوة، سماع وإسماع ومقابلة. نعم. وجاء في فهرس الفهارس نقلا عن طبقات الخواص للشرقي أنه أتى على الصحيح 80 و300 مرة. 80 و300 مرة. قراءة وإسماعا. وجاء في البدر الطالع أنه قرأ البخاري أكثر من 50 مرة. البدر الطالع في ترجمة أصحاب القرن التاسع. نعم. فالظاهر أن الشوكاني لم يعد السماع والإسماع والمقابلة. نعم. الشوكاني ايش كان؟ لم يعد. لا لا لا، عيد هذه. وجاء في البدر الطالع، وجاء في البدر الطالع أنه قرأ البخاري أكثر من 50 مرة. نعم. يبدو هنا الشوكاني رحمة الله المتوفى 1250، صاحب فتح القدير، وصاحب ايش تاني؟ نيل الأوطار في كتب الفقه، وهذا في كتاب التفسير. لم يعد السماع والإسماع والمقابلة.
فقط قراءة منه 50 مرة. نعم. فالظاهر أن الشوكاني لم يعد السماع والإسماع والمقابلة. قرأ البخاري أكثر من 40 مرة. وفي ترجمة أحمد بن عثمان بن محمد بن الكلوتاتي ابن الكلوتاتي المتوفى سنة 35 من المجمع المؤسس، قال: ثم حبب إليه طلب الحديث، فابتدأ في القراءة من سنة 79 و700، وهلم جرا ما فتر ولا ونا أي لا تعب. نعم. فلعله قرأ البخاري أكثر من 40 مرة. الله. قرأ البخاري أكثر من 100 مرة. وفي ترجمة أبي بكر بن محمد بن عبد الله بن مقبل القاهري الحنفي المعروف بالتاجر، المتوفى سنة 85 من الضوء اللامع، قال البرهان الحلبي تلميذه إنه تلميذه يعني هذا تاجر، ما منعته تجارته من أنه يقرأ هذه العلوم. نعم. إنه أخبره أنه قرأ صحيح البخاري إلى سنة 80 أي و795 مرة، وقرأه بعد ذلك مرارا كثيرة. قرأ البخاري، ما يمنع أنت في مكانك أنك تخرج وتقرأ، ما يمنعك شيء. نعم. قرأ البخاري على 30 شيخا. قرأ البخاري مفعول به، يعني قرأ صحيح البخاري. أيوة. قرأ البخاري على 30 شيخا. ففي درة الحجال. نعم. لابن القاضي المكناسي في ترجمة عثمان بن محمد بن عثمان التوزري المتوفي، هذول أهل المغرب، هذول أهل المغرب تراجمهم الآن. نعم. المتوفى سنة 13 و700، أنه قرأ البخاري على أزيد من 30 رجلا. على أزيد من 30 رجلا، ممنوع من الصرف على وزن أفعل، على أزيد، على أزيد من 30 رجلا من أصحاب البصيري. أيوة، الإمام البصيري. نعم. قرأ البخاري على شيخ البصيري صاحب مفتاح الزجاجة، وليس البصيري صاحب البردة المقطعة المهلهلة. نعم. قرأ البخاري على شيخ البخاري قرأ البخاري أحسن على شيخ واحد أكثر من 20 مرة. وفي إنباء الغمر في ترجمة أسعد بن محمد بن محمود الشيرازي المتوفى الآن طلع عند أهل إيران من أهل السنة، شيراز هذا في إيران. نعم. المتوفى سنة 83، أنه قرأ صحيح البخاري على شمس الدين الكرماني أكثر من 20 الكرماني كرمان هذه في أيضا في إيران. نعم. أكثر من والكرماني 20 هذا من هذه الكرماني من رواة البخاري زي كريمة وزي الكشميهاني، هذا من رواة البخاري، يعني السند متصل الفرابري وبعدين الكرماني عن الفرابري. نعم. قرأ البخاري أكثر من 60 مرة ومسلما أكثر من 20 مرة. وفي ترجمة البرهان الحلبي المتوفى سنة 84 من الضوء اللامع، أنه قرأ البخاري أكثر من 60 مرة ومسلما نحو 20 سوى قراءته لهما في الطلب. يعني هذه قرأته هو شيخ، غير لم يحسب القراءة وهو طالب. نعم. أو قراءتهما من غيره عليه. لا. قرأ البخاري أكثر من 50 مرة. قال الكتاني في فهرس الفهارس: وجدت في ثبت الشهاب أحمد بن قاسم البوني رأيت خط الفيروز أبادي في آخر جزء من صحيح الإمام البخاري. فيروز أبادي صاحب القاموس. نعم. قال إنه قرأ صحيح البخاري أزيد من 50 مرة. والفيروز أبادي قرأ البخاري في مجلس واحد من الصبح لحد الليل. نعم. قراءة الرسالة للشافعي حسبك. هذا والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.